وبالرغم ان شخصيتك خجوله جدا زي ما هو واضح، الا انه بدايتك كانت مع فرقه رضا. يعني انا مش قادره اشوف ازاي الانسه الصغنطوطه الخجوله قوي دي وكنت صغيره قوي اول علاقتك بالفن تبقى الفولكلور. كنت في الاعداديه فعلا. والله كنت في الاعداديه وكنت داخله بضفاير كده طويله صفراء، واول بقى حاجه اشوفها في الدنيا فرقه رضا. يعني فرجتني العالم الدنيا كلها شفتها مع فرقه رضا. يعني كنت خام خالص يعني. طب وقدمت ازاي او يعني ايه اللي حصل العمل العلاقه ما بينك التلميذه اللي في المدرسه اللي في اعدادي الكسوفه الخجوله وان هي تروح ترقص في فرقه رضا؟ كان في صله قرابه بين الدكتور حسن فهمي والد فريده فهمي، وكان اخته متجوزه واحد قريبنا حاجه كده يعني. وبعدين كان مره في قاعده في سهره بيقولوا لي خالتي بقى اللي هي تعرفهم في فرقه رضا، دي فرقه جديده فاتحه بقى لها كان بقى لها سنه او سنتين بس كانت عامله صيت حلو. عامله صيت حلو تعادي كلهم متعلمين وكلهم جامعات يعني مش الرقص مفيش ابتذال يعني مفيش فرقه راقيه ده فولكلور وكده بس. فراح ادوني العنوان رحت قدمت، شافني بقى استاذ محمود رضا بقى. انا كنت بحب بقى كنت بحب قوي الرقص واحب التمثيل، وكنت اقف قدام المرايه اقعد اقلد فيروز والافلام بتاعتها فيروز الصغيره الصغنطوطه. بس فما كنت بقلق الله ده خلينا نشوف جزء من اجازه السنه دي كنت بقى كنت في ثانوي بقى ولا عايزين كباب؟ كنت في سنه كام؟ كنت في سنه اولى ثانوي. في اولى ثانوي عايزين ناكل هم 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 وهناء الشربجي اللي في اولى ثانوي. فين العزبة؟ بلاش انزحها يا ست ليلى، مالها العزبة مش عاجباكي؟ لا اصلها صغيرة موت. يا سلام، وما عزمتناش في عزبتكم الكبيرة ليه؟ كان عندنا عزبة 3000 فدان. حياة النبي وحضر لها ايه؟ لازم كشف. كشف؟ لا والله يا حمادة، بابي يخسرها في القمار. انتوا انستوا وشرفتونا، سعداء جدا لما جيتونا، شرفتونا جوعتونا نورتونا ضغطتونا حبيتنا ولا زتونا او سردينا معاها ليمونة. نو 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 نو، بول بيف او تونة. عايزين ناكل بام بام بام، عايزين ناكل هم هم هم. حزر فزر طبخين ايه؟ محشي كرنب يا روحي عليه. فيه فيتامين؟ ايوه امال ايه؟ فيتامين ايه؟ ألف وب وت وس ورز كمان، عارفه عشان متربي عليه. لا 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 لا، عايزين كباب وخضار سوتير. اما الحلو مارون جلاسيه. اما الحلو مارون جلاسيه. احكي لي ذكرياتك مع الفرقة. ده انا قاعده افتكر دلوقتي وعينيا دمعت وحالي حال الحمد لله. ذكريات ايه؟ ذكريات حلوه قوي الحمد لله. يعني دمعت لما شفت حسن طبعا. الفاضله الفنانه هناء الشربجي كان زوجها ولسنوات طويله جدا، الفنان الكبير جدا ومصمم الرقصات الاشهر حسن عفيفي. الفنان الكبير حسن عفيفي يعني مش اسم كده قليل. الحمد لله خلاص. طب كلمين عن اجازه السنه. وبعد كده بصي انا عمري ما كنت بعرف امثل ولا مثلت ولا حاجه خالص. انا داخله الفرقه خطوتين يمين وخطوتين شمال وخلاص. وبعدين بصيت كانوا بيعملوا بقى ده، فلقيت استاذ علي رضا بيقول لي تعالي يا بنت هنا، اعتبرنا كلنا عياله بقى، انت هتمثلي. ما اعرفش بس مالكيش دعوه انت، بس زي ما هقول لك اعملي. قلت له ماشي خلاص. ايه اوكي يعني موافقت طبعا. خدت 100 جنيه فكتير قوي.
بدونا 100 جنيه. وبعدين قلت معاهم يعني عايزين عايزين كباب. دي كانت بغونة، كان فيها غونة وانا مش عارفة اغني، كانت متلحنة عليها علي اسماعيل بملحنها. ايوه. فاجي اقول النغمة مش جاية معايا خالص، فقال لي خلاص اعمليها قولي كده عايزين كباب وخضار سوتيه. وبعدين عملتها وتسجلت، انا ما سمعت صوتي. اقول لك على حاجة، عمري ما سمعت صوتي في ريكوردر، انا ما سمعت صوتي خالص، معرفش صوتي ايه. بتغني لوحدك في البيت وخلاص يعني. لا ولا بغني لوحدي اسمع يعني. مش اصلا يعني مش في زمان ريكوردرات وكنا نسمع كده، ما كنتش عندي حتى ريكورد. وبعدين جاء في اللوكيشن بقى وراحوا ايه مدورين الاغنية، انا سمعت صوتي وجريت على الاوضه وسبت التصوير وقعدت اعيط. ليه؟ ما عجبنيش صوتي خالص. كنت عايزه سعاد حسني بقى ولا يعني انت تخيلك عن صوتك غير اللي سمعتيه خالص. انا يعني صوتي لايق دلوقتي عليا، بس زمان كده وانا صغيره حاسه ان صوتي كبير عليا، مش حاسه ان ده صوتي انا. ليه والله ما والله يعني وحياه ربنا يا بس ده صوتك مش دوبلاج، ده الصوت اللي سمعتيه. ما هو صوتي ده. بس صوتي ده ما كانش ساعتها عاجبني يعني. انا دلوقتي بحب صوتي خلاص. حبيته. طب قولي لنا عايزين حبيته. طب قولي لنا دلوقتي بصوتك دلوقتي. عايزين كباب وخضار سوتي، اما الحلو مرام جلاسي. بالظبط كده. بس فراح بقى دخل لي بقى استاذ علي الرضا بقى، دخل لي جوه لاني بعيط وسبت التصوير ومشيت، مش عايزه اسمع صوت، مش طايقه اسمعه والله يا ماما حياه ربنا، مش طايقه اسمع صوتي. قلت له ايه ده مش صوتي، ده صوت وحش قوي، ده صوتي وحش قوي. قال لي ايه يا قاعد بقى اشتمني بقى. يا حماره ده صوتك ده مميز، اوعي تفتكري ان الاصوات اللي بتبقى حلوه دي زي كلهم زي بعض، انت صوتك مميز، افتكري الكلمه دي يا هناء. ما تزعليش بلاش هبل وقومي وكده. واللي يبقى صوته مميز ده دي حاجه. ايوه بس معلش هسال حضرتك دلوقتي، وبعد كل السنين دي لما بتسمعيه دلوقتي اكيد بتشوفيه عادي كويس؟ لا دلوقتي بشوفه عادي. هو لا. ساعتها بس اللي ساعتها كان مختلف ووحش. بس ساعتها كان وحش. تمام. دلوقتي بقى انا اتكلم من هنا وكل الناس يبصوا عليا من هنا. صوت هناء شربجي. اتخفى، اعمل اي حاجه، البس برنيطه، البس نظاره، ويخشوا يقولوا لي بصي انا واصحابي يعني ما تتكلميش انت خالص، انت هتكشفي يعني متخفي. مجرد منطق على طول اتعرفتي. ما انا هناء حضرتك قبل ما انا خلاص عرفتوني. الفيلم كله كان جميل، وفرقه رضا دي كمان كانت حاجه ساحره قوي، كانت تحفه. فرقة رضا دي العصر الذهبي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.